قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت، يقول بعض علماء أهل اللغة إن هناك فرقا بين الفعل والعمل، فإن العمل يقابله القول، بينما يقولون الفعل يدخل تحته القول والعمل، وذلك لأن حركة اللسان فعل. فإذا كان كما ذكروا فإن قوله تعالى فإن فعلت، يعني إن فعلت الشرك سواء كان هذا الشرك عملا أو قولا. ومن ثم نعود إلى مطلع الآية وهي قوله: ولا تدع من دون الله، يشمل الدعائين، دعاء المسألة ودعاء العباد. ثم إن قوله فإن فعلت فعل، وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل، فإن كان هذا الفعل متعديا فيحتاج إلى مفعول به، فأين المفعول به؟ لم يقل فإن فعلت الشرك، لم يقل فإن فعلت الشرك أو فإن فعلت هذا الدعاء. وفي هذا فائدة لغوية، وهي أن حذف المعمول يفيد العموم، فيكون المعنى إن فعلت أي صورة من صور الشرك إنك إذن من الظالمين، دون تخصيص.